وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الذين لا يتعظون ولا يؤوبون ولا يتأملون ولا يفكرون فإنهم مهددون بقوله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دي سنة، سنة الاستبدال، سنة الاستبدال. إن ربنا عز وجل بدل ما يعينك ويوفقك لطاعته، ربنا عز وجل يستبدل بك قوما غيرك لما رأى فيك من التجاوز والمعصية وعدم الرجوع وركوب مركب الهوى. قال ربنا عز وجل: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي ذهبنا بهم وأتينا بقوم يعبدوننا ويطيعوننا.